الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مركز الفرقان لتعليم القرآن أن يقدم لكم الإصدار الأول من سلسلة الإصدارات التعليمية على أقراص الليزر، والذي يتضمن دروس القاعدة النورانية لفضيلة الشيخ نور محمد حقاني رحمه الله، وبتحقيق المهندس محمد فاروق الراعي، وذلك لتعليم النطق للحروف العربية نطقا صحيحا فصيحا، وتعليم القراءة الصحيحة بجهد أقل وفي وقت أسرع. والمركز إذ يقدم هذا الإصدار ليسأل الله عز وجل أن ينفع به أبناء وبنات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات مركز الفرقان لتعليم القرآن، الهاتف 6970333، الفاكس 6973174، صندوق البريد 112099، جدة، الرمز البريدي 21371، المملكة العربية السعودية. الجزء الأول.